وقلنا للناس تشتروها ما تتريقوش على اي حاجه، لان النعمه بتزول. النعمه لما بتتريق عليها بتزول. سعر العربيه اللي هتسمعوه في اخر الفيديو انت هتضحك ومش هتعرف تتمالك اعصابك. مش عايز اقوله لك في اول الفيديو عشان ما تقفلش وتتكل على الله. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاك احمد كمن من ورد الاوتو مع حضراتكم في فيديو جديد، ومعانا العربيه السوزوكي الاسبريسو. طالعين نقول لحضراتكم الفرق ما بينها وما بين العربيه اللي طرحت جديده في السوق المصري اختها الاوتوماتيك. الفرق ما بين العربيه المانوال، الفرق ما بين العربيه الاوتوماتيك، كل التفاصيل عن العربيه السوزوكي الاسبريسو والاسعار بعد الاوفر برايس والاسعار على ارض الواقع هنقولها ان شاء الله لحضراتكم في الفيديو بمبدا المختصر المفيد. ولو عندك اي عربيه مستعمله وحابب ان انت تعرضها للبيع اكتب لنا تحت في الديسكريبشن، او تواصل معانا في رقم التليفون اللي شغال واتساب اللي تحت في الديسكريبشن، وهنيجي نصورها ونعرضها عندنا على القناه. انزل بسرعه من الشركه الجميل بتاعنا وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الجديد من ورد الاوتو وبيج فيسبوك. هنحط اللينك بتاع تحت في الديسكريبشن، ببقى عليه ابديت باسعار العربيات وبنتابع اخبار العربيات اول باول. تابعونا. هنتكلم طبعا اهم حاجه في اي عربيه في الموتور اللي بيجي فيها، وما تتريقش بعد اذنك على الموتور اللي موجود في العربيه، لان دلوقتي مش اي حد يعرف يشتري العربيه دي. العربيه دي بقت بريمو خلاص. العربيه بتيجي بموتور 1100 سي سي 3 سلندر تنفس طبيعي. العربيه بتيجي معاك 67 حصان، عايزه عربيه ثانيه تزقها معاها 90 نيوتن 3500 لفه في الدقيقه. العربيه متوصله بناقل حركه مانوال من 5 سرعات، دي الفئه الاولى. والفئه اللي طرحت الجديده بقت متوصله بناقل حركه اوتوماتيك، نفس الفتيس اللي موجود في العربيات اختها زي العربيه سوزوكي الديزاير، والكلام ده كله فتيس اي جي اس، واحنا شرحناه في الفيديوهات بتاعتنا اللي شرحناه في العربيات السوزوكي التانية اللي موجودة في السوق المصري. الأرقام الرسمية اللي موجودة في العربية فبتستهلك 5.4 لتر لكل 100 كيلو، سرعة كوست 130 كيلو متر في الساعة، والعربية بتتسارع من 0 ل 100 في 14.3 ثانية. لو هنشرح مع حضراتكم الشكل الخارجي اللي موجود في العربية السوزوكي الاسبريسو، دي الفئة المانوال اللي موجودة أو لحضراتكم كلكم عارفينها. الفئة الأوتوماتيك لحد النهاردة لحد وقت تصوير الفيديو هي مش موجودة ومعلنش عن سعرها الرسمي، هي بس طلعت في المؤتمر أو طلعت في الطرح الرسمي وما اتشافتش بعد كده. عايز أوري لحضراتكم مفتاح العربية، ده المفتاح بتاع العربية السوزوكي الاسبريسو. العربية الشكل الأمامي هو ما اختلفش، نفس الفوانيس الهالوجين ولوجو سوزوكي، والشبكة الأمامية اللي بتيجي باللون الأسود البلاستيك اللي مش لامع، تمام كده؟ لو هنيجي جنب العربية، فأول اختلاف العربية ما بقتش بتتقدم باتصال، بدأت بتتقدم بجنط، والعربية برضو الأوتوماتيك هي فئة واحدة بس نفس أختها المانوال. العربية بدل الجنط بدل الطاسة بقت بتتقدم بجنط، ده أبرز أو ده أهم اختلاف. جنب العربية هو ما اختلفتش او ما اتغيرتش في اي حاجه تانية، وما نزلتش بازاز في ميه، هو نفس الازاز اللي موجود في العربيه المانوال، هو نفس الازاز اللي موجود في العربيه الاوتوماتيك. جنب العربيه هو ما اختلفش في اي حاجه. شكل العربيه السيمبل الجميل المميز جدا جدا، اللي اول ما نزلت العربيه على 150,000 كان بصراحه شغال وكان بصراحه ممتاز، وقلنا للناس تشتروها ما تتريقوش على اي حاجه، لان النعمه بتزول. النعمه لما بتتريق عليها بتزول. سعر العربيه اللي هتسمعوه في اخر الفيديو انت هتضحك ومش هتعرف تتمالك اعصابك. مش عايز اقوله لك في اول الفيديو عشان ما تقفلش وتتكل على الله. العربيه كانت ب 150,000 وجميله، تقدر ان انت تقدم بها مشاورك الصغيره، تروح بيها اي الكلام ده كله، والعربيه هتسافر. مش هتقول لك ما بتسافرش، مش عشان انا عربيه 1000 سي سي مش هسافر، هتسافر. بس الناس طبعا لازم ايه؟ لازم اقعد اتريق. انت واخد بالك؟ انت دي مش عارف شكلها عامل ازاي، دي مش عارف ازاي، بعرف اشتريها بقى دلوقتي. ده كده كان كل التفاصيل اللي موجوده في العربيه. نخش دلوقتي مع حضراتكم نشوف المساحات اللي موجوده في الداخل. تابعونا. لو هنتكلم على المساحات اللي موجوده في الكنبه الخلفيه في العربيه الاسبريسو، فبصراحه على حجم العربيه دوت فالخامات اللي موجوده فيها ممتازه وكويسه جدا جدا. العربيه هتاخد شخصين بالغين هيقعدوا مرتاحين في الكنبه الخلفيه، وممكن بس طفل صغير يقعد يزنق معاهم في النص. نفق الفتيس اللي موجود في العربيه طبعا ما فيش فيها نفق فتيس، فهتدي مساحات
قاعد في الكنبه الخلفيه زي ما انتم حضراتكم شايفين، برده انا قاعد مرتاح، مفيش اي اعاقه ومفيش اي مشكله بالنسبه لي. الخامات الموجوده في العربيه في البلاستيك بيعم على كل اجزائها، اي حاجه ايدك هتيجي عليها هتلاقيها بلاستيك. المسافه اللي ما بينه وما بين السقف ممتازه، لاي مش هيعيقك نهائي وانت داخل او انت خارج. العربيه مش فيها مش محتاجه فتحات تكييف خلفيه، لان التكييف اللي موجود في العربيه في الامام هيوصل لك لورا، وتكييف ثلاجه. نخش دلوقتي بقى مع حضراتكم كده بسرعه نشوفه مع بعض. قلت لحضراتكم هو تكييف ثلاجه، وهو ثلاجه فعلا زي ما حضراتكم شايفين. ده الهواء يجي لك من الامام، او يجي لك من الامام ومن رجلك من تحت، او من رجلك من تحت بس، او السخانات اللي موجوده في التكييف. هنا بتتحكم في المروحه، وهنا ده الزرار بتاع الكباس، لما بتشتغله بيشتغل معاك التكييف، ولما بتقفله بتشتغل معاك مروحه عاديه. هنا بتقفل دخول وخروج اي هواء خارجي، وانصحك ان انت تبقى عامله على الضي ديت بحيث ما يدخلكش اي تراب او اي حاجه موجوده معاك في الشارع. وهنا بتتحكم في درجه البروده اللي موجوده معاك في التكييف. هنا دوت العدادات اللي موجوده في العربيه، طبعا ده بتاع السرعات زي ما حضراتكم شايفين. هنا دوت راديو كاسيت بتعلي، هنا بتغير التردد، وهنا بتعلي وتوطي الصوت. زرار الانتظار، الازاز اللي موجود في العربيه بتتحكم فيه من الجزء دوت. معاك مخرج 12 فولت، ناقل الحركه اللي بيجي معاك مانوال، وناقل الحركه الجديد اللي بقى موجود في العربيه بقى بيجي معاك اوتوماتيك زي ما انا شرحنا لحضراتكم. فرامل اليد طبعا بتيجي معاك يدوي. ده الدرج اللي موجود، للاسف مفيش كونسول وسطي، تقدر عادي ان انت تشتريه وتركبه من عند اي حد بتاع كماليات. دي الاضاءه اللي موجوده في العربيه، الشماسه مش موجود فيها مرايه، نفس الكلام للراكب الامامي، الشماسه بتاعته برده مش موجود فيها مرايه. زي ما انا قلت لحضراتكم ان البلاستيك بيعم على كل اجزاء العربيه، مفيش اي حاجه في العربيه بتيجي معاك من الجلد، هي كلها بلاستيك في بلاستيك. تمام كده، دي كانت كل التفاصيل اللي موجوده في العربيه السوزوكي الاس بلس. نقف دلوقتي مع حضراتكم على اخر واهم جزء في الفيديو، عايزك تمسك وتتمالك اعصابك في اخر جزء في الفيديو، تابعونا. احنا دلوقتي مع حضراتكم في اخر واهم جزء في الفيديو، هنتكلم مع حضراتكم في ابرز الاختلافات اللي ما بين العربيه المانوال وما بين العربيه الاوتوماتيك، فيتمحوروا في ثلاث اختلافات. الاختلاف الاول وهو في شكل الجنط، العربيه بدل الطاسه بقت بتتقدم بجنط. تاني اختلاف طبعا ناقل الحركه، وابرز اختلاف هو ناقل الحركه اللي بقى بيتقدم اوتوماتيك بدل ناقل الحركه المانوال. وتالت اختلاف الاي اس بي، الثبات الالكتروني اللي مش موجود في الفئه المانوال. دي ابرز تلات اختلافات ما بين العربيه المانوال وما بين العربيه الاوتوماتيك. العربيه عموما بتتقدم من ايرباج واي بي اس وامبلايزر ضد السرقه. دي الفئه الاولى. الفئه الجديده بقى موجود فيها اي اس بي وفتيس اوتوماتيك وترا مالتي، والعربيه بقى بتقدم فيها شاشه، موجود فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وجنط بدل الطاسه زي ما انا قلت لحضرتك. الفئه الاوتوماتيك هي مش موجوده ومش متسعره ومحدش يعرف انها اي حاجه. طب سعر الفئه المانوال اللي موجوده اللي تقدر تشتريها خد وهات، اللي كان سعرها كان بقى يا صديقي بنتكلم في 150 الف جنيه، النهارده بنتكلم في 400 الف جنيه سعر العربيه السوزوكي الاس بريسو على ارض الواقع. ده سعر العربيه السوزوكي الاس بريسو 400 الف جنيه. كان الاول 400 الف جنيه دول تحط عليهم بس شويه فلوس وتشتري عربيه بجو 508، انسى تبات فيها ما تنزلش من العربيه. ده الاسعار اللي بقت موجوده دلوقتي، وده الامر الواقع. كنا من زمان بنقول تشتري دلوقتي، عايز تشتري اي حاجه سواء عربيه او غير عربيه اشتري، ما فيش حاجه اسمها تستنى. ما كانش في اي مبررات، ما كانش في اي عوامل بتقول لك ان الاسعار ممكن تنزل. الاسعار او كل حاجه او كل الكلام اللي كان واضح قدامنا، الاسعار بتزيد وما فيش حاجه بترخص زي ما حضراتكم عارفين طوال حياتنا، اللي بيزيد بيزيد ما فيش حاجه بتقل. ديت الاسعار اللي موجوده دلوقتي. ممكن بعد كده بعد سنه نيجي نصور عربيه سوزوكي الاوتوماتيك اما تنزل نتكلم في 500 الف جنيه، وارد وارد جدا جدا. تمام، دي كانت كل التفاصيل اللي موجوده في العربيه السوزوكي الاس بريسو. ولو عندك عربيه مستعمله وحابب ان انت تعرضها للبيع، تواصل معانا على رقم التليفون اللي موجود تحت في الديسكريبشن، وهنيجي نصورها ونعرضها عندنا على القناه. انزل بسرعه من الشركه الجميل بتاعنا، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من وورلد اوتو. بيج فيسبوك هنحط اللينك بتاعتك في الديسكريبشن، بيبقى عليه ابديت باسعار العربيات، وبنتابع اخبار العربيات اول باول. شكرا.